صوتنا مرفوعا دائما لنتحد خلف قضية الأسرى وتتضافر الجهود، لأن قضية الأسرى وليس فقط المضربين هي قضية تمس كل بيت فلسطيني، فليس في هذا الوطن بيت إلا وبه أسير أو أسير محرر. جمعة إسناد الأسرى، هكذا أراد المواطنون في كفر قدوم الاندماج في القضايا والهموم الوطنية، وعلى رأسها قضية الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، لا سيما خطر الموت الذي يتهدد الأسير الصحفي محمد القيق، وسط مطالبات بتدخل إنساني عاجل. في مسيرة كفر قدوم البطولية نجدد العهد للأسرى والمعتقلين خاصة أسير محمد القيق، ونقول له إننا على العهد بكون ولجميع الأسرى الحرية ولتبيض سجون الاحتلال من جميع الأسرى بإذن الله. قوات الاحتلال أغلقت الطريق المغلقة أصلا ومنعت استمرار المسيرة من خلال نشر القناصة في المحيط وزرع الكمائن لاعتقال المتظاهرين، لكن خطط الاحتلال هذه لم تنجح. نرى في مقاومتنا الشعبية أو في استمرار مقاومتنا الشعبية هي نهج وطني لابد من السير عليه، ونحب تعميم هذا السير الوطني إلى جميع أنحاء الضفة الغربية وفلسطين المحتلة أيضا. لابد لنا من الاستمرارية في المقاومة الشعبية، ولا يمكن أن نتوقف يوم من الأيام عن استمرارنا في عملنا الوطني. ومع تغير لهجة الاحتلال في قمع المسيرة واعتماده بشكل مباشر على الرصاص الحي، يؤكد الأهالي عزمهم على مواصلة طريق الحرية والاستقلال حتى استعادة أراضي القرية. أمام تعنت الاحتلال وتصاعد إجراءاته القمعية، يواصل المواطنون في كفر قدوم مسيرتهم الأسبوعية، معلنين تضامنهم مع قضية الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق. من كفر قدوم أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.